شرفني ومنورني. تحياتي لك كابتن ايهاب، وتحياتي لكل الساده المشاهدين، وتحياتي لكل الفريق العمل اللي شغال بشكل جميل جدا. نتمنى ان شاء الله باذن الله حضرتك نعمل حلقه بشكل جميل، ويعني الناس كلها تستفيد منها في المرحله اللي جايه. كابتن ناصر عباس دايما متعود معاك على الصراحه، دلوقتي عايز ابارك لك، اقول لك مبروك وجودك في لجنه الحكام في اتحاد الكره والاعلان رسميا. اقول لك مبروك ولا اقول لك لسه شويه؟ لا ان شاء الله خير باذن الله، بس احنا زي ما انت عارف كابتن عصام طبعا مسافر دلوقتي، هيرجع وهنقعد طبعا. احنا المفترض ان كل واحد ليه ملف بيشتغل فيه يا كابتن ايهاب، وما ينفعش ان يبقى عضو لجنه الحكام قاعد من غير شغل. المفترض ليك ملف بتشتغل فيه بشكل علمي بشكل تقني، تقدر انك انت تخلصه بشكل كويس. دي محتاجه ان احنا نقعد ونتكلم فيها. لا يعني ايه عضو لجنه الحكام قاعد من غير شغل؟ هل ممكن يتم وجودك في اللجنه من غير ما يسند لك مهام عمل؟ انت حضرتك قلت ما ينفعش يبقى عضو لجنه الحكام. انا بتكلم عن نفسي كابتن ايهاب، انا ما ينفعش اقعد في مكان. بص انا اشتغلت في لجنه الحكام 4 سنين في البدايه خالص، لما الكابتن عصام كان موجود كنا 4 اعضاء. في فتره الحكام كلها كانت بطلت، كان ياسر محمود، سمير عثمان، فهيم عمر، ياسر ابو رؤوف، مدحت الحوفي، مدحت عبد العزيز، الناس دي كانت بطلت تحكيم خالص، واحنا كنا داخلين على لجنه الحكام ومطلوب منك انك انت في مسابقه تبتدي تعد حكام وتطلعها. كانت اصعب اختبار لينا كلجنه الحكام. مش عايز اقول لك احنا عملنا يعني شغل كبير جدا جدا، شغل بشكل علمي، شغل بشكل واضح، وكانت سياسه واضحه جدا جدا. قدرنا ان احنا نصعد بقى امين عمر الصباحي، مش عايز انسى حد، محمد معروف، امين عمر الصباحي، محمد عادل، احمد الغندور، حكام كتير، مش عايز انسى حد، جيل جديد، وابتدوا يلعبوا في المسابقه. فكانت فتره كان فيها شغل كويس قوي قوي قوي. زي ما قلت انا بتعود على الشغل، بحب الشغل جدا جدا كابتن ايهاب، وبحب اسمي جدا جدا، وليا ثقتي مع حكامي، مش هينفع اكون موجود في مكان ما اشتغلش. لا واسمك ونزاهتك وصراحتك ده يعني انا اعترف بيه على الهواء. الحمد لله. وبعدين بنطلع نقول اللي بنشوفه. بقول الكلام ده ليه يا كابتن؟ لان انا بقول المحلل، وهخش في سكه ثانيه. المحلل اللي بيطلع يحلل تحكيم يا كابتن ايهاب لابد ان يكون ما عندوش حسابات. دي مهمه جدا. حسابات لاي حاجه بقى. اللي بيحلل تحكيم عنده امانه الكلمه. وعنده لقطه وصوره يقدر يحكي فيها بما يرضي الله. ما اصنفش حكم وما اجيش على حكم، وما عنديش اي مصلحه خالص، لانك انت في ناس كتير بتتفرج عليك، جمهور كبير، حكام صغيره، فبياخدوا منك وبيقولوا امين. النهارده لما يكون ايهاب الخطيب النهارده الصحفي والاعلام الكبير بيقول كلام، الكل بيقعد يسمع له. فما ينفعش ايهاب يقول كلام مش مظبوط او يقول كلام مش طبقا للقانون. تمام، ده اللي احنا بنتكلم فيه. طب اذا الدور اللي حضرتك شايفه، طالما اتحاد الكره اعلن انك موجود او لجنه الحكام، يبقى اكيد في دور هم شايفينه فيك، ايه الدور اللي انت شايفه هتكون موجود فيه؟ شوف يا كابتن، احنا عندنا في ملف طبعا هو بقاله فتره مش موجود. هذا الملف موجود في كل الاتحادات الاهليه، في كل لجان الحكام اللي موجوده في الاتحاد الاهلي، اللي هو الملف في حاجه اسمها المراحل السنيه او قطاع اللي هو الشباب. النهارده عندك حكام تحت اختبار، تجهيز يعني، بالظبط كده، تجهيز وتاهيل الحكام. اختيار الحكام ديت مهم جدا، ده موضوع مش سهل خالص. لا 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 كابتن، ده شغل انتحاري، يعني انت مطلوب منك، عشان كده بقول ايه، ملف صعب، انك انت تجيب من تحت، تختار ثقافه حكم، ستايل حكم، لياقه بدنيه، ناحيه فنيه، ناحيه تثقيفيه، شخصيه مهمه جدا، قلت حاجه جميله جدا، بتجمع العوامل دي كابتن وتبتدي تاهل الناس ديت فنيا وبدنيا ونفسيا، فبتاخد فتره، على اساس انك انت في نهايه الموسم على الاقل لما تطلع 20 حكم مساعد و20 حكم للتحكيم المصري، واجهه تخدم التحكيم على مدار 15 سنه. ده شغل مش سهل، ملف كبير ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله لو في خير واتفقنا ان شاء الله يعني نعمله بشكل كويس. لو اتفقنا، انا شايف ان انت ممكن كده يعني اكيد حاجه على فكره تحسب لك، ان رغم اعلان اتحاد الكوره عايز تقعد تشوف مهامك، شوف ايه المهمه الموكله ليك تحديدا، عشان يبقى لك رايك النهائي. الكلام ده مظبوط؟ بص يا كابتن ايهاب، بتتكلم كلام مهم. هو انا النهارده عشان اعد الحكام ديت مفترض ناخد مساحه من تعيينات الدوري على الاقل القسم الثالث والثاني. مظبوط. انا مش هعد حكام ومش هتحكم. طبعا. فلابد ان يبقى انا عندي مساحه في التعيينات للمجموعه اللي انا بشتغل معاها. لان انا محتاج ان انا الحكام مع التدريب الفني والبدني وكل الكلام الحلو ده والمحاضرات الفيديو تيست والقصائد تيست والبدني والكلاس وكل الكلام ده، ابتدي اشتغل مع الناس، تبتدي ناس تتحكم. فدي دي دي حاجه من ضمن الحاجات. جميل. فيبقى عندي مساحه من التعيينات ان انا الحكم اللي اقول ده يلعب. ما نجيش نقول لا ده ما يلعبش. يعني في حاجات يعني الف ب
معايا المجموعه زي ما بتتكلم النهارده كابتن. النهارده بتصعد الناشئ ازاي يا كابتن ايهاب؟ النهارده النادي الاهلي النهارده بيشتغل على قاعده الناشئين، بتطلع الناشئ مره واحده ولا بتبتدي تدي له من الاول فتره من وهكذا لحد ما النشاط اللي بينزل فيها طبعا كده. لحد ما يقف على الحكم يقف على رجليه. الكلام ده طبعا اكيد هنقعد يعني نتفق فيه ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله ان احنا بنعمل المصلحه العامه يا كابتن ايهاب. وبقول لك الملف هذا ملف مش موجود في مصر عندنا، تمام؟ ده مش موجود عندنا احنا يعني. الكلام ده انا يمكن انا عامل سيستم كويس قوي قوي عندي. السيستم ده هيبقى فيه الداتا كلها بتاعت حكامي اللي هم يعني كل ما تتخيله من مقاسات فنيه وبدنيه ووزن وطول وكشف طبي، كل الكلام ده على الداتا عندي معمول، تمام؟ وبنشتغل بشكل علمي طبقا للاتحاد الدولي، وطبعا كلنا ثقه فيك في الحته دي. وده ملف مهم جدا طبعا، وهيكون طبعا مضخه لكره القدم المصريه والتحكيم المصري بالظبط. ولكن رؤيتك بقى للتحكيم الفتره اللي فاتت، تحكيم الموسم اللي فات والموسم ده، ولجنه الحكام برئاسه الكابتن عصام عبد الفتاح، شايفها ازاي قبل ما تشتغل معاهم رسميا؟ وخاصه انك يعني بسم الله ما شاء الله ليك باع في التحليل، خاصه اذا كان فيديوهاتك الموجوده او وجودك على المواقع المميزه بتتكلم بشكل في التحكيم قد يغضب لجنه الحكام. طبعا يا كابتن ما فيش شك، انت موجود في مكان يا كابتن ايهاب المفروض المكان ينجح، وبيبقى في احيانا في سلبيات، وهذه السلبيات اللي بد ان احنا كلجنه الحكام النهارده يبقى ليك دور في انك انت تعرض المشاكل وتعرضها بوضوح. وما ينفعش اكون موجود في لجنه الحكام وانا موجود مجرد الوجود زي ما قلت لك دي مشكله كبيره جدا، وانا بعتب على اي حد موجود في مكان ملوش دور او بياخد مقابل مادي وما بيعملش حاجه. لا انت موجود في مكان. هل في ناس موجوده في اللجنه؟ انا بتكلم عن نفسي برضك. ما انا عارف، لكن كلامك يعني في اشارات. لا مش اشارات يا كابتن، انا بقول يا كابتن المفترض لجنه الحكام هي اساس اللي هو الكيان الكبير اللي بيوضع السياسات كلها، السياسات العريضه، لان احنا عندنا 27 فرع موجودين يا كابتن ايهاب. تمام. لو انا ما عنديش سياسه واضحه تحكيميه للكل، يعني امتى الحكم يلعب، امتى الحكم ترشح دولي، امتى الحكم. السياسه دي موجوده. موجوده. وده اللي انا عاوز اقوله. المفترض النهارده عشان اقول السياسه يبقى النهارده كل حكم النهارده معاك وطيب كده كابتن. كويس. في كل حكم. كويس. الحكم ماشي. الحكم الصغير اللي هو لسه طلع اختبار كتيب في لائحه الحكام. لائحه الحكام اللي ممكن في ناس كتير ما تعرفهاش. هذه اللائحة اللي بتقول الحكم وانت صغير امتى تبقى دولي. بتقول الحكم وانت صغير امتى تحكم في الدوري الممتاز. بتقول الحكم وانت صغير هذه المعايير والاعتبارات لو انت حققتها بشكل كويس هتبقى موجود او مش موجود. انما زي ما قلت الشغل موجود، ولكن زي ما قلنا مفترض ان احنا يبقى في شويه. ما قيمتليش لجنة الحكام الفترة اللي فاتت اللي حضرتك هتشتغل فيها. زي ما قلت لك المفترض ان كل واحد يبقى ليه ملف يشتغل بيه. لا لكن انت حكم شايفهم، شايف عندهم سلبيات، شايف ايجابياتهم، شايف ماشيين على الطريق الصح، شايف محتاجين شويه تطوير. احنا بنتكلم على التطوير. عنصر بقى بنتكلم فيهم. كويس. طيب. هو انا هكلمك على التطوير، انا عايز رايك في لجنه الحكام. ما هو ده خاص في لجنه الحكام. كويس. احنا دلوقتي لجنه الحكام بتعمل تطوير. ما ده شغل لجنه الحكام. كويس. تمام. التطوير بشكل خارجي وبشكل من بره حلو جدا. ولكن شكل في يعني في العمق لا مش موجود. ممكن كلام واضح جدا كويس. يعني ايه تطوير يا كابتن ايهاب؟ التطوير مش انا اجيب الحكم وادي له محاضرات في الكلاس وانزل اقول له خش اعمل تدريب بدني وعملي واعمل اختبار فيديو تيست وستات تيست وخلاص وشكرا. لا هقول لك على حاجه. من ضمن الحاجات المهمه كان المفروض معسكر الحكام في بورسعيد اللي هو التحضير للدور العام. كان في معسكرات تمت للحكام في بورسعيد اللي هي بتجهزهم للدوري الممتاز. طيب لو انا قلت تطوير يبقى النهارده انا عندي ايهاب الكومي، ايهاب الخطيب قصدي، حكم. المفترض ان انا عشان اقول ان ايهاب جاي معسكر، ايهاب ده الموسم اللي فات لعب كام مباراه؟ 12 مباراه 20 مباراه. كان عنده مشكله في التحرك، في التمركز، في الكونتر اتاك، كان عنده مشكله في احتساب الاخطاء داخل الصندوق، كان عنده مشكله في الرشاقه والمرور. بتشتغل على العام وعلى الخاص. برافو. على العام بس هو ده اللي انا بتكلم. بتشتغل على الخاص زي ما يبقى عندك لعيب مش كويس في الاوفرات ما بيعرفش يشوط ضربه الجزاء، ما ينفعش فبتدي له العام وبتدربه خاص. انت قلته. انت قلت اهو عشان اجيب 40 حكم في قاع اديهم نفس الكل اللي بياخدوه هم محاضره الاخطاء والسلوك التسلل. لا ده انا عندي في ناس المفروض تخصص بقى نشتغل تخصص بشكل علمي بقى. تمام يا كابتن. لا انا عندي حكم ما بيعرفش يتحرك في الملعب. عندي حكم ما عندوش قراءه في الملعب. هقول لك على حاجه مهمه جدا. انت عارف النهارده يا كابتن التحكيم الحديث انا وانت حكمين اهو ومعانا واحد ثالث وعندنا مباراه. بيجي مدير فني
يا جماعه انتوا عندكم مباراه النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي، اقعدوا كده عشان نحضر يعني نعرض لكم شريط النادي الاهلي والاسماعيلي، نشوف اللعبه بتتحرك ازاي عشان انتوا تبتدوا تعملوا استراتيجيه على الشغل بتاع اللعيبه، نشوف النادي الاهلي بيعمل كونتر اتاك ازاي او بيحضر من تحت من الناحيه الدفاعيه وبيبتدي يهاجم من ناحيه اليمين او الشمال. انت كحكم بتشتغل على الكلام ده النهارده، ده العلم بيديك ازاي تبقى عندك قراءه، قراءه الملعب ازاي تتحرك، ما اروحش في المكان الغلط، ما انا عارف النهارده النادي الاهلي بيلعب ازاي وامتى اللي بيدافع وامتى اللي بيهاجم، النادي الاسماعيلي بيعمل كونتر اتاك كويس. فبيديك بيشرح لك مدير فني، بيشرح لك طرق اللعب الفريقين، بيقول لك كمان عندهم ايهاب، ما عمال اقول ايهاب بتدي مثل ايهاب في منطقه الصندوق بيعمل حاجه اسمها التحايل وبيضحك على الناس، فخلي بالك منه. عندهم لاعب بيعمل اخطاء كتيره جدا وما بياخدش انذار، وده بيحصل عندنا في مصر. يعني في تحس ان تحس مثلا في فرقه معانا لعيب بيخش فيها جامد جدا ما بياخدش انذار وما بياخدش انذار، تحس ان في لاعب مشهور بالتحايل بيرمي نفسه في منطقه الجزاء بيزعق مع الحكام، فانت بتديله الحاجات دي بتدرسها له انت، ده التحكيم الحديث. بنتكلم النهارده بقول التطوير مش بس ان انا اجيب الحكام واديهم محاضرات، لا احنا عاوزين النهارده الحكام نجيب ملف لكل حكم، نجيب ايجاباته وسلبياته، لان انا النهارده عنده مشكله وفعلا دي حقيقه، انا عندي حكام عندها مشكله في الصندوق، في الصندوق عنده مشكله. عندي حكام في الكونتر اتاك، يعني قبل ما تبتدي تعمل لازم تاخد بالك برضه حكم ليه واقفه هجوم في اتجاه الكره، لازم يبقى واقف كويس في الضربه الركنيه، عندي حكم ممكن النهارده كابتن ايهاب يروح في مسار الكره تخبط وتروح عامله هجوم معاكس، تبقى مشكله. يبقى النهارده بنعلم الحكام اللي عنده مشكله في حاجه بنبتدي نعالجها له بعيد عن بقى الـ العام اللي هي المحاضرات اللي بتعمل ده. ده الشغل اللي احنا بنتكلم فيه، ده التطوير، ده التطوير حلو. ده لسه بنتكلم كتير بقى كابتن ايهاب كويس، هو تطوير مش بس على المستوى الفني والبدني بس، لا انا النهارده عندي معدي بدني كويس. هقول لك على حاجه، نيجي لجهاد جريش، جهاد النهارده كان 4 سنين بيتعامل مع الفيفا. كل اكلك وشربك ونومك وتدريبك وتدليكك والبرنامج كله بيتعمل لك على الميل، مش حاجه اسمها بتعملها بتشرب بمزاجك خالص. يعني تنام امتى، تاكل امتى، عيناتك الوزن كشف عليك وكل الوزن. كابتن جهاد 86 كيلو وربع ما يزيدش، ده الشغل اللي احنا بنتكلم فيه، التفاصيل يا كابتن ايهاب مهمه جدا. لو احنا النهارده بنحب نشتغل لا هيبقى في شغل كتير جدا جدا الناس تشتغل. ايه اللي متطبق من ده داخل اللجنه الحاليه وايه اللي لسه هيتطبق؟ التخصص في الملفات، مش عاوزين امور تبقى عايمه، لا يبقى ايهاب النهارده، ايهاب النهارده انت عندك ملف المراقبين كويس انت ماسكه، بس مطلوب منك انك انت تعدي للمراقبين بشكل كويس. مطلوب منك انك انت كمان تصنف لي المراقبين اي بي سي، لان النهارده المقيم ده خلي بالك يا كابتن ايهاب، ده المقيم ده مهم جدا، ده دوت عين لجنه الحكام في الماتش. المقيم اللي بيروح يراقب الحكم، ما ينفعش المقيم النهارده ينزل الحكم يقول له بين الشوطين يقول له ايه؟ يقول له انت في قرار خدته واديت فيه بطاقه حمراء، انت غلط. يوم الحكم يقول له لا مش غلط كابتن، التعديل الجديد في القانون بيقول ايه؟ بيقول يا كابتن ايهاب مثلا ان الحاله ديت بتاخد فيها كارت احمر، انت معايا؟ يبقى النهارده المراقب لما يكونش فاهم وينزل الحكم يقول له الكلام ده، طبعا الكلام طبعا مش مظبوط. فانت النهارده بنتكلم في تقييم المراقبين، ملف كامل بتاخده كابتن ايهاب. تعيينات المراقبين مهمه جدا جدا، ان يبقى في تصنيف للمراقبين. انا بتكلم موضوع كبير جدا جدا كابتن، موضوع كبير جدا هناخد منه محاور نقدر عليها. عندنا ملف في المراقبين، عندنا ملف في المحاضرين، عندنا ملف في المراحل السنيه، عندنا ملف في الحكومه، كل ده في تطوير. طبعا 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 ده ينجز في قد ايه؟ هيحتاج وقت طبعا، مش هينجز في موسم واحد، لازم تبقى خطه طويله الامد. بص يا كابتن، لكن ليها تحقيق وليها مواعيد. بص كانت انا قلت للكابتن عصام، طبعا هو موجود، قلت له بص عصام النهارده الاتحاد الدولي اشتغل 4 سنين مع المجموعه اللي هي حكمت في كاس العالم لمده شهر. تاني بقول اهو طبعا لجنه حكام بقياده كولينا واكبر واحد يعني بس ما شاء الله اسمه كبير، مسمى مسكه كان ماسك مدير فني، اشتغلوا 4 سنين يا كابتن ايهاب مع مين؟ مع مجموعه لمده 4 سنين عشان بطوله فيها 30 يوم. وبعض المجموعه دي على مدار ال4 سنين كان معاهم اخطاء وهم حاولوا يعدلوا فيها ويدوهم فرص كتير ومسكوا على الرهان بتاعهم. كتير يا كابتن ايهاب، معسكرات وتدريبات وامتحانات واختبارات وحاجات كتيره جدا جدا جدا. فالنهارده لجنه الحكام بقول يا جماعه، لجنه الحكام المفترض، وانا بقول ده رايي، ما ينفعش تشتغل 4 اشهر وتمشي ولا 5 اشهر وتمشي، ولا ماتش في الدوري بس، ولا ماتش في الدوري باظ او حصلت مشكله يقول لك روح وهات لجنه ثانيه. لا كابتن، النهارده احنا لجنه الحكام ليها ملفات بتشتغل عليها، فبود ان يكون عند على الاقل عندنا 2 سنين بنشتغل زي ما حضرتك قلت كده. ده لو في عمر
يبقى في سياسه ما قلت لك ضمن السياسه اللي هي ايه؟ اديني فرصه اشتغل زي ما بتدي المدرب الاجنبي فرصه يشتغل، اديني انا راجل كلجنه او كلجنه حكام اشتغل تاخد اقل مده كامله سنتين عشان تقدر تشوف وتحاسبني. انا النهارده 14 مش هشتغل مش هعمل حاجه. ما هو احنا طبعا في ظل ان احنا شايفين فيه هجوم كتير جدا على الحكام، وانا هقول لك على نقطه هقولها بصراحه، يبدو ان في حرب فضائيه على التحكيم. يعني تحليل التحكيم هو من يصنع المشكله، ما اعرفش تتفق معايا ولا لا. اتفق معاك تماما. انا بشوف تمام. ان تحليل بعض الحكام الكبار اللي امتهنوا التحكيم، والحركه واحد برضو بتحلل وحكام كتير، والكابتن عصام بيطلع يحلل، والكابتن جمال غندور، والكابتن شناوي، كلكم كباتن كبار وليكم وضعكم وقيمتكم، لكن يبدو ان مشاكل التحكيم تاتي من ابناء التحكيم. اتفق معاك 100%. ممكن اقول او اقول لا، بقول لك لا الكلام ده صحيح، بس انا بتفق معاك 100%. انا هنا بقول بمرضي الله. بص كابتن هاد، انت معروف عنك بتقول بمرضي الله، لكن كابتن ناصر عباس حكمنا الدولي الكبير صاحب التاريخ الكبير، ليه نفس اللعبه بنشوفها من حكمين كبار برايين مختلفين؟ تمام. شوف يا كابتن، التحليل التحكيم امانه، فهم وادراك للقانون بدون حسابات. تاني بقول الامانه تقتضي ان انا اقول اللي شفته، الامانه تقتضي ان ما يكونش عندي حسابات، الامانه تقتضي ان انا اقول بما يرضي الله واقول القانون. حلو. كل الناس بتعمل الكلام ده؟ اشرح لكم. لا طبعا. لا طبعا. ليه؟ لا طبعا. اسالهم اسالهم اسال يا بيلال. ليه؟ اسال اسال. النهارده يا كابتن بص، احنا بنتكلم في التحليل التحكيمي. هل من المفترض يا كابتن ايهاب، انت بعيد عن التحكيم، هقول لك حاجه مهمه جدا جدا، هل ينفع انت حضرتك تجيب لقطه صوره ثابته وتحلل؟ لا سؤال بقى جاوبني انت. لا طبعا. لا ولا مفرغ. لا لا، ما انا بقول لحضرتك لا. اجيب لقطه صوت انا هقول لك ليه برضه ثابته. قول اتفضل. لان الكادر اللي اتاخدت منه انه، وهل وضع الكاميرا كان محطوط صح ولا غلط؟ وهل يعني اتلعب فيها شويه ولا لا؟ يعني فصوره الفيديو الجرايه ده واقف واعمل لايف قدام الناس كلها. لان برضه حضرتك عارف ان في اجهزه كتير جدا ممكن يعني الاشارات بتاعتها اذا كانت الكاميرات محطوطه في وضع غير سليم فبالتالي بتبقى فيها مشكله. طيب كابتن ايهاب، انا عندي اللقطه حاله ركل جزاء. اولا بتصور بثلاث كادرات او اربعه. تمام. كويس؟ لو انت عاوز تحلل اللعبه ديت بتسيب اللعبه تمشي. انت راجل محلل تحكيمي، خلي اللعبه تمشي الناس كلها تشوفها. تشوفها من اكتر من زاويه. انما ما اجيبش زاويه معينه انا عاوزها. والناس اللي قاعده بس عايز اقول مع احترامي ليهم، اي محلل تحكيمي بيجيب زاويه معينه بعد ساعتين بيجيبوا له كل الزوايا بيردوا عليه، اذا هو الخاسر. خلاص. صح. خلاص برافو عليك. هو ده اللي بيحصل. هو ده اللي بيحصل. الحاجه اللي عاوز اقولها مهمه جدا. هو انا النهارده كابتن ايهاب لما باجي اعمل اختبار للحكم بجيبه في قاعه وشاشه كبيره كده وبعمل له اختبار حاجه اسمها الفيديو تيست. ايه هو الفيديو تيست؟ بجيب له 20 حاله تحكيميه، الحاله تلو الحاله. بيشوف الحاله كلها. في حاله ممتعه. ايه؟ انا ممتعه. بحضرها مع اللعيبه في كل سيمينار دولي. برافو. بقعد احضرها ممتعه جدا. يعني اللعيبه نفسها بتحصل يعني خناقات على القرار ويقولوا تعالى نشوف القرار. بالزبط. والحكم ياخد القرار. تمام. يقول له طب تعالى نشوفه صح ولا غلط. برافو عليك. فهوصل لحاجه مهمه، يعني بتجيب الحكام تعمل لهم اختبار قياس لمدى قدرتهم على تقدير الاخطاء. كويس. ال 20 حاله هنفترض ال 20 حاله ب 20 درجه او ال 20 حاله الحاله بخمس درجات، يعني الاختبار من 100 في حكام بتنجح وفي حكام بتنجح. تمام. دي حالات صعبه جدا بصراحه. الحالات صعبه جدا. الحالات عباره عن ركلات جزاء، لمسات يد، تسلل، التسلل، الحاجات دي كلها بتتعرض. فبيجي لك الحاله ازاي يا كابتن ايهاب؟ بتتعرض الحاله قدامك لايف، تتعاد لك مره، انت كحكم اهو وانت قاعد ماسك الورقه والقلم كده. الحاله الاولى هي الحاله الاولى هي كده. الحاله الاولى فيها قرار ايه؟ انت بتاخد قرار فني وقرار انضباطي. طب في ركله جزاء معاها بطاقه ولا مش معاها؟ بتقول ركله جزاء بطاقه صفراء. وساعات بيدي له قرار الحكم ويقول له قرار الحكم كان مظبوط ولا لا. بالظبط كده. ما هو بعد كده انت بقى بيعمل فيدباك على الكلام ده، تشرح الحالات دي بقى وتقول للناس انت كنت غلطان في ايه والحالات بتفسر ازاي. انا بقول الكلام دوت ليه يا كابتن؟ يعني احنا بنحلل بنقول للحكام حاجه وبنقول لهم حاجه. يعني انا لما اجيب للحكم حاجه حاله بتتعرض لايف وثلاث كادرات واجي انا احلل حاله ثابته وصوره ثابته، كان ده ما ينفعش. ما ينفعش. لا. سيب الحاله تمشي وسيب الكادرات تمشي وحلل بالقانون يا اخي.
يعني انا مش عايز اتكلم في تفاصيل كابتن ايهاب لان انت التفاصيل هتدخلني في حاجات كتير واضحه، ولو اتكلمنا في تفاصيل اكتر من كده. انما انا بطلب تاني من خلال البرنامج المحترم، الراجل المحترم طبعا اكيد، يا جماعه نراعي نفسيه الحكم. يعني انا امبارح كلمني حكم، خليني اتكلم معاك بامانه، اشتكى يعني اشتكى بقسوه اسوء ان كابتن انا عندي الحاله الفلانيه طلعت قال كذا 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 كذا. انا بحلل الحاله في اليوم السابع على فكره. وهو وارد ان الحكم يخطئ ولكنه خطا غير مقصود. هو وارد الخطا، المشكله ان الخطا مش عند الحكم، لا مش عنده هو. هو انا اسال سؤال يا كابتن، هو انا كابتن انا احنا الاثنين حكمين، المخالفه عندك انت وانت مسؤول عنها، باجيش تقول عند نصر. لا، عشان نوضحها اكتر، اذا كان حكم الصفاره اللي في الملعب بالظبط الكوره اللاين مان اداله اشاره معينه واكد له عليها، وهو من حق حامل الرايه ان ياخد القرار ده، والصفاره اشتغلت عليه وكان الرايه خاطئه، هنا مين يتحمل؟ هو بص يا كابتن، المساعد يتحمل الخطا، تمام، كل واحد يتحمل خطاه كويس، انما انا كمحلل بقى ما اجيبش مشكله ده اشيلها لبقى. انا ده صاحبي وده حبيبي وده كان معايا، ما ينفعش، وده بيديني التشكيل قبلها. لا يا كابتن، لا تمام، لا لا لا. بنقول تاني الحكم الاضافي. ده الحكم الاضافي ده قصه كبيره بقى عشان نتكلم فيه. انا هحضر لك سؤال ليه. يعني احنا لما كنا يعني التحكيم ماشي بالشكل التقليدي، قلنا نحط الحكم الاضافي، او الناس ساعات تقول لك الحكم الخامس، لكن انت بتنطق النطق الاحترافي بتاعها، والحكم الاضافي اثنين. تمام. الحكم الاضافي ده انا بقول لحضرتك اهو لم يشعرني انه موجود، بل هناك اخطاء فادحه امام عين الحكم الاضافي. والسلام عليكم. وعليكم السلام. هتفق معاك بنسبه 80%. حلو كده، دي نسبه كبيره قوي. ده انا بشكرك. طب قول لي ليه. ليه؟ هقول لك واجبات الحكم الاضافي. المستقبل واحد والمرسل اكتر من واحد. تاني اقول يعني ايه؟ يعني الحكام هم اللي بيستقبلوا. تمام. طب اللي بيدي المحاضره الحكم الاضافي ايه؟ اكتر من واحد. طب انا هسمع ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده؟ قول لي انت بقى. طب ما انا واحد للمحاضرين الاتجاه بسيطه. يبقى بسيطه كده، انت قلت الكتيب اللي في الاول الموحد على الناس كده. يعني ايه؟ مين يدي المحاضره للحكم الاضافي؟ احنا بنقعد. ما هو المحاضر ده وده وده مش هيدي قانون مختلف. ايهاب، ادي ايهاب انت محاضره الحكم الاضافي. لان اللي هتقوله على فكره الكلام اللي حضرتك بتقوله من اخطر ما يمكن جدا، هتقوله لكل الحكام. يبقى مفيش حكم يقول لك لا يا كابتن انت قلت لي كلمه وناصر عم بسال لي كلمه ثانيه. طب انا اسمع كلام مين فيكم؟ يعني احنا حكام طاقم تحكيم معانا حكمين اضافي، حكم اول وحكم ثاني، قد يكون المجموعه اللي في الملعب دول كل واحد عدى على محاضر. بالظبط. بالظبط. فين الواجبات بقى؟ طب هقول لك على حاجه مهمه جدا. ايه هي واجبات الحكم الاضافي؟ لان برضك للاسف الشديد احنا بنطلع مش عارفين حاجه. وضحها لنا بقى. هقول لك. بص يا كابتن، حكم اضافي في القانون هو احيانا بيحل محل الحكم المساعد. على سبيل المثال، لو الكره جت هدف عبرت خط المرمى بين قامين وتحت العارضه، هدف او مش هدف، مين اللي المفروض يدي الجون؟ الحكم المساعد لو موجود. صح. الحكم المساعد احيانا بيبقى في نص الملعب عقبال ما الكره بتتشاط وبيوصل، هو مش هيواكب سرعه الكره، وساعات بيبقى في زحمه وناس يعني مش هيشوف الكره عدت ولا ما عدتش. بتحصل مشاكل كتير. وحصلت ان الكره عبرت بكامله خط المرمى، الحكم المساعد ما قدرش يوصل، ودي بقت مشكله. قالوا نحط الحكم الاضافي على خط المرمى. دي الف بتاعتك ثابت. يبقى هو عليه اللي يقوم مكان الحكم المساعد لما يبقى في كره تعبر او ما تعبرش. هو يقول كويس في الكوميونيكيشن سيستم، بيتكلم على طول كويس يا ناصر. السيستم ده شغال؟ اصل انا ساعات بحس وانا بتفرج انه مش شغال. مش عارف والله، يعني مش عارف. مش عارف. وانا قلت كلمه مهمه جدا في اخر مباراه بحللها، يا جماعه الحكام اللي تنزل الكوميونيكيشن مش شغاله، بيجربوه المفروض. لا من فضلك اللعب، لان يبدو اختلافات بعض الحكام على قرار واضحه بالعين. طب ما تتكلم، مش لازم تروح. لا هقول لك على حاجه ثانيه. طيب. طب وانا النهارده لو الكوميونيكيشن سيستم شغال، انا مفترض ان انا ما اعملش الحكم الرابع مثلا 3 دقائق او 2 دقائق، لان في كوميونيكيشن بقول له الوقت ضايع 4 دقائق. برضه في حكام بتحب تاخد اللقطه، يقف كده ويدي بتاع. وفي حكام كتير لا، في حكام بتحب، انا بقول لحضرتك، وفي حكام بتحب تاخد اللقطه وهي بتوجه جهاز فني. طيب. وفي حكام بتحب تاخد لقطه ويجيب 2 لعيبه ولغه ماشي. الاشاره ماشي. نرجع لمرجوعنا. يبقى احنا قلنا دي مهمه جدا. تمام. لان فعلا الحكم صعب احيانا بيبقى صعب ان هو يعمل كونتر اتاك سريع، فالكره بتيجي جون وانت قاعد مش شايفها كويس. فدي مهمه. الراجل بيقف على الخط، الحكم الاضافي يدي ايه؟ يقول للحكم هدف او كمان بيدي المخالفه الركله الركنيه او رمية التماس.
ضربة الجزاء بقى. نيجي بقى هنا ضربة الجزاء. هقول لك ما تقلقش. مش هسيبك اصلا. يا ابويا انا قاعد معاك للصبح. ماشي. ما عنديش مشكلة. ماشي. هنا قال القانون ايه؟ قال لك الأخطاء التي لا تقع تحت نظر الحكم. يعني ايه؟ يعني أنا كحكم إضافي شايف الحكم بعيد في التلت الدفاعي والكرة اتعملت لونج باص في ال 18 عندي عقبال ما يبتدي يعمل السبرنت ويروح استحالة يشوف. يبقى دي أول حاجة، يبقى الحكم مش شايف. كويس. نمرة 2 معدود زاوية رؤية. نمرة 3 الخطأ واضح جدا وصارخ يا كابتن. كويس. يعني ركلة جزاء ما حدش يختلف عليها خالص. كويس. والحكم ما طلعش الصفارة. حلو. أنا هنا أتدخل. حلو. أنا هنا إيه؟ ولما تدخل القرار هيبقى بتاعي 100% ولا مليون في المية لسبب ليه؟ ولا من حق السفارة تلغي القرار؟ لا من حق السفارة تلغي القرار. بس خلاص. ليه بقى؟ هقول لك أنا حاجة. هتدخلني في متاهات الفار. لا خالص انا الفار. بس عشان الناس الفار. لا هروح للفار. الفار الحكم الوحيد. هرجع تاني للحكم. انا مش في الفار دلوقتي. طيب. ما هو الفار من حقه شفناه في كاس العالم والصفاره لغت قرار الفار الحكم. رغم ان قرار الفار كان صحيح 100%. برافو عليك. يبقى هذا بنتكلم في القانون. الحكم عليه ياخد بقرار او ما ياخدش بقرار. كويس. هو المسؤول عنه. لكن ليه دور للحكم الاضافي؟ الحكم الاضافي ابلغك. بس امتى ابلغك؟ هقول لك على حاجه مهمه جدا الناس مش فاهمها. هو لما يكون إيهاب النهاردة بينه وبين اللعبة 6 متر أدي واحد كويس وعنده زاوية رؤية واضحة وجميلة ورائعة ده حكم ده إيهاب ده حكم المباراة كويس إيهاب عنده رؤية واضحة بينه وبين اللعبة 6 متر شاف اللعبة كويس أوي كويس وما خدش القرار أنا أقول له خد قرار في سيستم شغال المفروض ده راجل مقدرها يعني أنا شايفه بيلعب كويس يعني الحالات التقديريه بص مش ممكن الحكم يسرح سنه فواحد ينبهه طيب. يقول له دي كذا طب لما الحكم يسرح ثانيه يعني ايه وارد يعني انا شفت وبقول العب معنى كلمه تلعب ان انا شفت خلاص صح انا اتدخل كحكم اضافي لما الحكم يكون بيدي قرار بيقول العب مفيش مشكله بقول لك مفيش لو انا متاكد 100% ان انا حكم اضافي يعني كحكم اضافي متاكد ان دي ضربه جزاء وقد يكون اختلفت على الحكم لازم اراجعه ان شاء الله بيني وبينه في الصوره برافو عليك تراجعه اراجعه طبعا لما تكون عارف يا كابتن ايهاب امتى لما تكون الحاله واضحه جدا ما تخش في عنصر التقدير التقدير قد نختلف فيه انا وانت لا التقدير هنختلف فيه عشان كده بقول من خلال البرنامج للناس يا جماعه من فضلكم الحالات التقديريه اللي قد نختلف انا وانت اختلف اتركها لحكم تمام الساحه تمام اما الحالات الواضحه جدا لمسات اليد الواضحه العرقله الواضحه السلوك المشين الواضح والحكم ما حسبش لا اقول له اقول له لازم ليه لان انا النهارده في الـ في الـ في التحليل الفني هتسال انت انت قلت له ولا ما قلتلوش لا انا قلت له بس هو ما خدش القرار هو مسؤول طب اقولها لك بشكل تاني قول ترجع لثقه الحكام في بعضهم هناك ممكن صفاره ما سقفلك انا بقى على الحته انت قلتها دي والله سقفلك اهو مش تمثيل ولا حاجه والله كابتن النهارده لما اكون انا معاك النهارده حكم اضافي انت مش واثق فيا اصلا حتى نازل قلقان مني مش مرتاح لي عندك وأنا خطا أصلاً قبل كده في مباراه وأنا شايفه وانت معايا في الملعب تحت الضغوط بس كتنية. تحت تمام. الضغوط واللياقه البدنيه وضغوط الاعلاميه وضغوط المباراه ربما انا كمان عندي شك داون في القرار هتيجي انت تقول لي مثلا حاجه انا برضك عندي شك منك فانت بتلخبطني انت قلت حاجه مهمه جدا الثقه عشان كده بقول ايه بقى طب الحكم ده لابد ان يكون حكم كبير لا لابد يكون حكم كبير حتى انا كحكم كمان ابقى مطمن لما يقول لي في الكوميونيكيشن ركله الجزاء ركله الجزاء ركله الجزاء ما فكرش خلاص يبقى طالما ركله الجزاء كل طقم معايشه بقى مع بعضه بقى هشتغل معاكم في لجنه طب اقول لك ايه هو جاد جريشه قعد 4 سنين يشتغل مع مين يا بيه مع الطقم بتاعه مارادونا عشيق المغرب طبعا هو مع وليد احمد من السودان طبعا مع بعض في كل حاجه طبعا مهم جدا انك انت تعمل طاقم تحكيم يبتدي يشتغل في كل الماتشات حاجات كتيره كانت نهاب لو قعدنا لحد 3 سنين نتكلم ده الحكم الاضافي وشرحته بال 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 بالشكل المطلوب تمام هدخل معاك في تقنيه الفار او الفيديو عشان تمام. مشاهدينا التقنيه دي يا كابتن ناصر في كاس العالم وانا كنت موجود في احداث كتير وفي مباريات مختلفه مباراه مصر وغير مباراه مصر لاحظت كده باحساسي ان الاتحاد الدولي مش عايز ينجحها او مش عايز يديها رغم ان كلينا طلع واتكلم ومدي حاجات كتير ورغم ان الاستعداد بتاعتها في روسيا كانت معموله زي ما قال الكتاب وكل حاجه متاحه ورغم ان شفنا ان قرارات كتير للفار الحكم الصفاره لغاه لكن الفار تجربه مهمه جدا تمام واسالك قبل ما اقول لك على الفار الحديث عن ان الفار
بيقلل المتعه ويزود المتعه، انت متفق ولا مختلف؟ شوف كابتن، التجربه جديده كابتن هاني عشان بس ما نحكمش عليها. تمام. لان محتاجه برضك شغل، شغل زي ما حضرتك قلت تقليل وقت الفار. يعني ايه؟ المراجعه نمره واحد، نمره اثنين لما بتروح انت تراجع، ما هو ممكن اراجع الفار وما اروحلوش. يعني حتى ممكن اراجعه في الكوميونيكيشن بيراجعني، بروح له امتى؟ لما بكون انا بقى محتاج اشوف الحاله. دي بتاخد تقريبا من دقيقتين لثلاث دقائق. دي من ضمن المشاكل هم اللي النهارده بيحاولوا ان هم يقللوا فتره التوقف. انما عاوز اقول لك على حاجه، بالقياس بقى 2014 البرازيل، خلي بالك ده في النتائج، كنا نعمل احصائيه، لا الاخطاء التحكيميه في 2014 كابتن ايهاب كانت فظيعه. النهارده الاخطاء التحكيميه رغم اختلاف الحكام مع الفار انما الاخطاء مش كتيره. يعني وصلنا لحد كبير ان العداله كانت موجوده في الفار. فيما يخص الاتحاد الدولي، اعتقد ان في شركات، خلي بالك موضوع الفار مش سهل، هناك شركة في بروتوكول موجود وفي شركات متخصصه، وما تقدرش تشتغل الفار النهارده. بقول الكلام ده احنا هنا في مصر لا صعب، عشان الا لما تاخد موافقه كتابيه من الإفاب اللي هو المجلس الدولي التشريعي والاتحاد الدولي. ما اقدرش اشتغل الكلام ده لما باخد موافقه، ويجي هو الشركه اللي تشتغل لك تعمل لك الكلام ده هنا في مصر. بس انت عندك ملعب لازم يكون مؤهل، بتتكلف ما انا هقول اهو، وكاميرات وتتكلف مبالغ كبيره، صعب ان احنا نعمل الكلام ده هنا في مصر في هذا التوقيت. لكن ممكن يبقى عندنا نوع من البدايه او الاستعدادات لحاجه زي كده، كنوع من الدعم للاتحاد الدولي او حاجه. التكلفه كبيره جدا زي ما قلت هنا. هو مين اللي بيعمل الكلام ده كابتن؟ الشركات خاصه مش الاتحاد الدولي. في دول يعني دوريات كبيره جدا في العالم. بلاش كده كابتن، النهارده الدوري الانجليزي انت اعتقد شفت كان في ماتش تقريبا اخر ماتش بيتلعب، انا كنت بشوفه مفيش حكام مضافين في المباراه. لا سؤال بس، مفيش حكام مضافين عندنا، بيلعبوا بثلاثه وحكم رابع بس. باخد من هنا بقول حاجه مهمه جدا، بقول يا حكم اعتبر انك انت معكش حكم اضافي، اعتمد على نفسك. المنطقه الميته ديت المفروض تروحها، روح لها، ما تعتمدش ان في حكم اضافي عندك. ما هي المصيبه ايه؟ بس اللايمان هناك بصراحه معظم اللايمانات يعني جبارين. ده احنا بنتعاد نقعد نقول هو صح ولا غلط مرتين ويطلع صح. بالظبط، جريته صح، وقفته صح. برافو عليك. تحركات الحكم المساعد على الخطوط، رشاقه، مرونه، تحركات جانبيه لضبط التسلل. ما ينفعش اضبط التسلل لما بجري بطول كده. التحركات الجانبيه والرشاقه والمرونه دي تدريب عملي للحكام المساعدين بيعملوها لهم. كابتن ده في حاجه عايز اقولها لك، هنقعد انا نتكلم الصبح. بيجي يعمل اختبار للحكم المساعد ال 20 حاله، حاجه اسمها الاوفسايد تيست. هيشوف هو هيجيب كام حاله صح. ده الكلام ده في الملعب مش في الشاشه، في على الشاشه وفي على الملعب. يعني يجيب لعيبه كده في الملعب يحركهم وبتاع والكلام ده، والحكم بيساعد وبيروح ايه عامل اللعبه، هو الحكم بيرفع وما يرفعش. بيجي يشوف اللي هو كان التمركز بتاعه صح مع اخر تاني مدافع ولا لا. طب في حكام بيجيب مثلا 20 من 20، 20 حاله من 20 صح، يعني رفع صح او ما رفعش صح. بيلاقوا ان التمركز عنده ما كانش مظبوط، بس جايب جايبها حاله صح. بيحسبها له غلط. بيحسبها له غلط. هذه نقطة مهمة. يعني القرار مظبوط، التمركز مظبوط. التمركز مع آخر تاني مدافع مظبوط، لأن ممكن تيجي معاك مرة أو مرتين. مش هتيجي معاك كل مرة. إذا النهاردة بنشتغل مع الحكام إيه؟ إنك أنت يا حكم يا مساعد لابد إنك أنت تكون تمركزك مع آخر تاني مدافع، ما أنت السابق وما أنتش متأخر، لأن نص ياردة هنا أو هنا يفرق، تخلف معاك في القرار. طبعا. بس انا متمتع بالكلام اللي حضرتك بتقوله، ولكن من غير دون زعل، حكامنا بيتكلموا كويس جدا، لكن ايه اللي بيحصل في التطبيق؟ حلو. التطبيق، خلي بالك التطبيق محتاج حكم عنده شخصيه، لا يتاثر بالضغوط. شفت تاني اهو، لا يتاثر بالضغوط، لا يتاثر باللعيبه في الملعب، لا يتأثر بلجنة الحكام، لا يتأثر بالإعلام، حكم اللي يشوفه يحسبه. لو حرب الدهشوري قال لي عايزين نحمي حكامنا، حكامنا ما حدش بيحميهم. قبلك على طول. طب احنا بنتكلم يا كابتن، احنا ما عندناش جماهير. كابتن إيهاب ده في مشكلة. مش قصده على الجماهير. كمان ما هو الجماهير دي، خلي لا ده مش ده في جماهير كابتن، ضغط الجماهير كمان يؤثر ويعمل ضغوط على الحكم. طبعا. فأنت النهاردة بتلعب من غير ضغوط. يعني أنت عندك نفسين رايح يعني مرتاح. طيب انت بتيجي تطبق غلط ليه؟ تقول سؤال مهم جدا. ايه اللي يخليك تطبق غلط؟ طب تعالى اقول لك ليه. طب دي غلط نتيجه عوامل بدنيه وفنيه. ما انا النهارده 90 دقيقه
بكون قدرتي البدنيه لا تستحمل الشوطين، حاجة اخر ثلث ساعه ربع ساعه كابتن ايهاب مش هقدر اتواصل اروح في الميعاد، اروح في المكان، اروح وافتح زاويه، هروح مكسل، اذا هاخد القرار خطا. اللي لم يكن الحكم لديه القدره على ان يتواجد في المكان الصحيح في التوقيت الصحيح في زاويه الرؤيه الصحيحه، محتاجه جهد بدني عالي طبعا، تاكد تماما ان القرار راح منه. من وانا قد كده كل ما افتح الجرايد اقول لك الحكام وقعوا في الاختبارات الكوبر واللياقه البدنيه ولما كبرت بقى قال لك الورنر تيست والناس بتقع فيه حلو والقصص، يعني اللياقه دي حاجه مهمه قوي قوي عند الحكام ودايما فيها مشاكل كتيره واختيار القايمه ومش عارف مين عاد كم مره ومين دي مشكله ازليه عندنا فعلا. كانت المشكله دي موجوده كابتن ايهاب وبتفق معاك تماما، لان كانت الناس بتتمرن غلط. بتتمرن غلط طبعا يا كابتن، هو احنا في ما عندناش حد ترينر لل ما كانش موجود للحكام. حد لا ما كانش دلوقتي موجود. دلوقتي موجود مش كده بقول يا كابتن ايهاب، ما هو النهارده ايهاب الخطيب طلع اتمرن وهو طالع مبسوط قوي، قال لك انا اتمرنت ساعتين وعملت وعملت، ده من وجهه نظر الدنيا من وجهه نظره هو ايه وانا بتمرن غلط وانت بتتمرن غلط. لا النهارده كل حاجه بقت شكل علمي، عشان كده بقول لك جهاد كان كل حاجه على الميل بتيجي، يعني ما يقدرش يتخط خطوه الا بالميل. اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا وتحط لك القواعد اللي هتمشي عليها، فبالتالي الميل جاي لك هتطبقه خلاص. طب هقول لك على حاجه جميله جدا والله هتستغرب، ده في حكم عنده قدره يعمل اثنين ورنر في بعض. والله ببهرج في الملعب كل الاحداث هو بعيد عنها. الموضوع مش موضوع ورنر بس، ما تستحملش ضغط بقى. لا هقول لك بقى مش موضوع ضغط. من شويه حضرتك انا قلت لك قراءه طرق ولعب واساليب الفريقين ودي رائعه واول مره اسمعها. كابتن هنتكلم بعلم. مش انزل يا ابني حاكم واجري في اي حته والكلام ده. لا لا حبيبي لا، ده انا النهارده بقعد ادرس النادي الاهلي النهارده في ماتش الترجي امبارح. ان الاهلي مثلا كان بيلعب باسلوب ربما يغير اسلوبه في المباراه ثلاث اربع مرات. اقرا وانا في الملعب اقرا يا بيه. وانت كلام دوت واحد هيقول لي هو إيه؟ لازم الحكم يبقى لعيب كره قدم طبقا للائحه. طبقا للائحه ليه؟ لان هو مفترض على الاقل بيقول لك ان هو يعني يجب ان يكون لعب سنتين على الاقل في اي مرحله سنيه من المراحل. بيفرق الحكم اللاعب على الحكم ملعبش كتير كتير يا كابتن ايهاب. لا خلينا نتكلم بامانه بقى. لا اللي لعب حس بالملعب. انا بالنسبه لي انا اللي ما لعبش ما ينفعش يحكم بالنسبه لي، بعيد عن بقى على اللوائح واللي 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 انا معك. انا دي 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 قناعه عندي. احنا النهارده بنتكلم في موضوع، ما انا عشان كده بيحصل ايه بقى، بنجيب الناس بتجيب حكم واحد يتسجل في مركز الشباب سنه سنتين حتى على الورق. ما ليه بتقول كده؟ هات لي ما يفيد انك انت موجود في الحته ديت. الراجل ما لعبش اصلا طويس. هو بيجيب لك الشهاده انا لعبت مثلا في مركز الشباب كذا لمده سنتين، خش التحكيم يا بيه. حلو اتفضل العب. لازم فئه عمريه معينه؟ اي فئه اي فئه اي فئه. طيب هو دوت ينفع؟ اللي يحصل كالاتي كده، البعض بيخش التحكيم كمصدر رزق. مش عيب تمام، وكلنا محتاجين تمام، واحنا يعني بنروح نلعب عشان ناخد فلوس عشان خاطر نتعايش طويس. ولكن مصدر رزق بس تجتهد فيه وتشتغل. مش موضوع انك انت رايح بقى تاخد تلم ماتشات وخلاص، يبقى عندك هدف. دور لجنه التحديث بقى ده اللي احنا بنتكلم فيه بقى النهارده. بنتكلم فيه كتير وتشوف. يبقى انا النهارده بننتقم من الحكم وهو صغير، بنشوف اللي عنده استعداد حابب عنده موهبه. وخلي بالك في عنده موهبه ما عندوش. الموهبه دي مهمه جدا جدا. هقول لك على حاجه يا كابتن ايهاب هتستغرب ليه، اقسم بالله الكلام ده صحيح. انا بلعب نهائي كاس مصر ومش عايز اقول لك ان النهائي دوت صعب ان اي حكم ياخده. صعب انك انت تلعب نهائي كاس مصر لان احيانا بيبقى الاهلي والزمالك والحكام بتيجي منين؟ من بره. من بره. الكلام ده كان في 2005، كان نهائي كاس مصر ما بين انبي والاتحاد السكندري. احنا مجموعه حكام محترمه وكل واحد يعني على امل ان هو ياخد النهائي، لان ربما ما يتكررش وانت موجود في القائمه انك انت تاخد. طبعا. فكان من حسن حظي الحمد لله انا خدت نهائي كاس مصر. هقول لك على لعبه وهتستغرب قوي. انا لعبت كوره على مستوى كويس الحمد لله. في دقيقة 30 تقريبا 25 من الشوط الأولاني كان الكرة نادي إنبي ناحية المساعد رقم واحد مخالفة خطأ، وتقريبا الفريقين في منطقة جزاء الاتحاد السكندري اتعملت أوفر، طلع حسام مبروك اسأله كده كان بيلعب في إنبي، طلع بإيديه وراح عاملها كده في وسط 12 أو 13 لعيب طالعين ونازلين ما انتش شايف. أنا ما شفتش ولا بكلم بجد، ما شفتش غير ان الكره في الجون بس. احساس ان هي ما يجيبهاش مش طبيعي. لا ولازم تاخد قرار. انا مش بقول الكلام دوت ان انا اقوله للناس تعمله، بس انا عملتها وكان في ريسك وكان في مخاطره ولازم تاخد قرار. تي 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 تروح تداخل
ولا انا عارف هي بايده ولا بدماغه، بس انا احساسي كلاعب ان دي ما تتلعبش بدماغ خالص. ولا في حكم اضافي ولا في سماعات ولا حاجه خالص. ما انا عشان كده بقول لك كابتن لا فزت جمهور بقى والكلام ده. فرحت له ورحت رايح طبقا للقانون، هذا اسمه خداع. وكمان اديته انذار. فانا بلعب الماتش يا نهار ابيض، انت عندك نهائي كاس مصر وربما يكون الجون دوت جون حقيقي طبعًا. طب انت لغيته ازاي؟ بقيت دماغي يعني رايحه وجايه لحد ما الشوط الاولاني خلص تقريبا، اتاكدت بين وبعدين بين الشوطين رحت للمخرج كان الحاج ميرت ليما. طب اساله قال لي لا لقيت طالعه واضحه جدا وقرارك قرار صحيح. مش بقول الكلام ده الحكام تاخد، بس ممكن وانت حكم وعمال تراجع نفسك في الملعب تخطا خطا. بالظبط بالظبط. وده كان بقى الصراع النفسي اللي بيني وبين يا رب هي صح القرار الصح غلط. عشان كده بقول ايه يا كابتن ايهاب، بقول كمان ما تلعبش على الحس، ولكن لما يكون عندك موهبه بقى نتكلم بقى لو بقى مثلا مش لعبت ولعبت كوره عارف ان دي صعبه ما تجيش. عشان كده بقول لازم يبقى لعيب كره قدم، لازم يبقى لعيب كره قدم. استمتع معاك لكن وقتنا بيخلص، لو حابب حضرتك تضيف اي حاجه وهنكرر ده كتير الفتره الجايه، لان اللي انت قلته النهارده كلام. احنا ما كلمناش في الفار نمره واحد تمام بشكل علمي. خدناه بشكل احنا كان عندنا احنا ممكن نعمل الفترات الجايه شويه حاجات كده التطوير ماشي بشكل واضح. يعني انا سعيد جدا جدا طبعا. لا انا وعدك بالتكرار ده لان انا استمتعت النهارده وعندي في سمعت معلومات جديده والناس سمعت حاجه محترمه نفسها تتطبق. الله يخليك ان شاء الله باذن الله تحت امرك يا كابتن في ناصر عباس حكمنا الدولي. وان شاء الله ان شاء الله ابارك لك بعد ما تقعد مع كابتن عصام عبد الفتاح، ويحسب لكابتن عصام عبد الفتاح انه بينقي المتميزين واللي عندهم رؤيه. الله يخليك يا كابتن. اشكرك ربنا يخليك. اشكرك كابتن ناصر عباس. شكرا لحضرتك. كلام مهم جدا سمعناه من الكابتن ناصر عباس، واحد من حكامنا الكبار وحكم دولي سابق عنده رؤيه، وبيقول لك انا ما تقوليش مبروغ غير لما اقعد اشوف، لازم يبقى لي دور. واتكلم في نقط مهمه جدا وان شاء الله نقاط عديده هنتكلم بيها في فترات جايه، لان الكلام في التحكيم مهم جدا. ولما يكونوا اولاد التحكيم اللي عاملينه الازمه، وشاهد اشاهد من اهلهم، وان شاء الله ان شاء الله الدنيا تمشي بشكل كويس. لكن تفرح قوي لما يبقى في تخصص، تفرح قوي لما يبقى في احترافيه، تفرح قوي لما تبقى في رؤيه، في احترافيه وفي رؤيه وفي تخصص. بعد الفاصل مع عمر ربيع ياسين والكره العالميه.